فلنتهيأ إلى الدعاء بقلوب صافية لا بأس، مقدار دقيقة أو أكثر بقليل نسجد نعترف لله بذنوبنا، فنسجد فلنتهيأ السجود مقدار دقيقة تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قلبي مهجور ونفسي معيوب وعقلي حتى كأني لا ذنب لي.
ولاستيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على والعائد عليهم بتحنن رافتك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك، وقد رجوت ألا تخيب بين ديني وديني بنيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعا ودعا وأفضل من رجا ورات. عظم يا سيدي أملي وساع عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. وما
ولا تشارك في
أنت إلهي أوسع فضلا
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير، واغفني ما أهم لي من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلأني بكلاتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك، وألهمني الخير والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني وتعبدت وقمت للصلاة بين يديك، ولجيت أن ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجي. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، إلهي طالما نامت عيناي وقد حضرت أوقات صلواتك وأنت مطلع علي، تحلم بحلمك الكريم إلى أجل قريب. فويل لهاتين العينين، كيف تصيران غدا على تحريق النار. إلهي طالما مشت قدماي في غير طاعتك وأنت مطلع علي، تحلم بحلمك الكريم إلى أجل قريب. فويل لهاتين القدمين، كيف تصبران غدا على تحريق النار. إلهي طالما ارتكبت نفسي ما نهيت عنه فحلمت عنها يا كريم إلى أجل قريب. فويل لهذا الجسم الضعيف، كيف يصبر على تحريق النار. اللهم إني كلما كنت قد تهيأت وتعبدت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا
ألا يا رب الذين
وأفضل من رجع